دكتور شريف، ونحن نتحدث عن الثبات ومن مجالات الثبات، الثبات عند وقوع الأزمات والمصائب. من الجانب النفسي، كيف يمكن تجنب الصدمات وتخفيفها في حال الوقوع الصدمات والمصائب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا ساعات في جنة العيادة او في مجال عملنا ما يطلق عليه اختلال التوازن النفسي. نعم. وده بيبقى ساعات نتيجة لحدوث حوادث بتهدد الشخص او لا قدر الله ما يطلق عليه المصائب او الحاجات اللي هي بتبقى طبعا فوق قدرته او تحمله النفسي، لدرجة ان احنا عندنا اضطراب مشهور او معروف اسمه اضطراب ما بعد الصدمة. اضطراب ما بعد الصدمة دوت ان الناس مش سبحان الله على مدى تحملهم، يعني في فروق طرديه ما بين الاشخاص. نعم جميل. وطبعا احنا اكيد كلنا تابعنا، فاكرين من قيمه كام سنه لما كان في مشكله في البورصه العالميه، في ناس حصل لها اضطراب والمبلغ اللي كان خسره ما كان مبلغ بالنسبه للناس ثانيه كبير، وفي واحد خسر مبلغ اكثر منه وما حصلوش حاجه. ده بناءه النفسي او التعديل النفسي كان قوي، بنسميه عنده قوه الانا، يعني ايه يقدر ما شاء الله يتحمل الصدمات. ففي ناس للاسف بيحصل لهم بيبقى بناء النفس ضعيف، فبتاثر في الصدمات وممكن تؤدي به لوجود اضطرابات يقع فيه، يبقى دي بدايه اضطراب اعصاب بيقع فيه وبيتعالج عندنا وبياخد جلسات. طيب دكتور، اتفضل. نعم. ايضا الجانب الاخر، اهميه المشاركه لمن حوله سواء زوجته وابنائه عند حصول المصائب. بص سيد الفضل، احنا دايما يعني المثل الشعبي دايما اللي هو بيتقال بالعاميه، اللي ايده في الميه مثل ايده في النار. نعم. انت لازم تعرف ان مهما شاركت وجدانيا يعني الشخص اللي ربنا يعافيه عنده مشكله، ما انت قادر تحس باللي هو حدث بيه. وده اللي احنا بنطلق عليه النوع اللي احنا بنسميه ايه، التعاطف. نعم جميل. كيف تبقى متعاطفه، كيف تقدر تشاركه. هنا في مصطلح شهير في الفتره اللي فاتت، في ناس بدات تتناوله مع انه بقى له مده كبيره، اللي احنا ما بنطلق عليه الذكاء الوجداني. الذكاء الوجداني ده سيد الفاضل مش بس ان انت تكون ذكي وقادر انت تفهم الاخرين، لا، ازاي كمان تقدر تفهم نفسيته، ازاي تقدر تشاركه، ازاي لما يحصل عنده مشكله اقدر اشاركه فيها. طب نعم. ايه الحاجات اللي بتتطلب لو في واحد لا قدر الله عنده مشكله وانا المفروض اقف جنبه؟ في خطوات سريعه منها الانصات، لما يكون هو بيكلمني عن مشكلته لازم يكون منصت ومهتم بيها. نعم. منها ان انا ما اتسرعش في الحكم، يعني ما يبقاش مثلا يكلمني ان هو مثلا عنده مشكله وخسر كام مليون في البورصه، جاي اقول له ما انت الغلطان، ما انت 100 مره قلنا لك ما تسويش كده، ما انت ما تسمعش كلامنا. طبعا الكلام ده ما بالعكس، ده ممكن يزود المشكله اكثر. نعم اشكرك. هو الاهم تحاول ان انا اقدم له الخدمه اللي تتناسب مع وضع الحالي. جميل. فدايما عندنا يقول لك الوضع الحالي بيتطلب منك ان انا اقدم ما يتناسب مع وضعك، يعني هل يا ترى الوضع الحالي اقدر اساعدك فيه بحاجه في تخصصي ولا لا؟